ما جاي أقول لك كلمتين بس، وبتمنى أنك ما تنزعجي مني. ديك المرة لما شفتك بالمكتب عند سحر وشفت كيف عم تتطلعي بهالطريقة الفاضية وبعد كل اللي صار، حسيت إنه فقدتك وخسرت. منيح صرت تعرف قديه صعب هالإحساس وقديه بيوجع. حطي حالك محلي، أنت لو محلي شو كنت عملتي؟ لما كنا عم نلاحق وأنا ما كنت عارف إنه هذا بيك، لما جيتي من دبي وشفته عندك أول مرة بالبيت، كنت أول مرة بتعرف عليه. ساعتها فهمت إنه هذا هو كمال نعيم، بس شغلات كانت عم تصير كتير بسرعة وكان صار لازم نتصرف، وصار اللي صار. صدقيني أنا كنت عم جرب أحميكي لا أكثر ولا أقل. ليه ما وثقت فيي؟ كان فينا نلاقي حل سوا، مش أحسن من ما يموت على إيدك؟ ما كان فيني أخبرك، ما كان بدي إياكي تتورطي. ما كان بدك يعني أتورط؟ إيه أمل، ما كان بدي إياكي تتورطي، ولو خبرتك كنت جربتي تحميه، وهيدا حقك. أنا ما عم أقول شيء، بس ساعتها القانون كان برم علي وعليكي وكنا اثنيناتنا رحنا فرق عمله.